ممتاز، ريحة العسل ممتاز. تعالوا ناكل شوي شوي. اقطع تقطيعات. ايوه، كل شوي يا ابو خليل اعطيني رايك في 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 الانتاج الجديد. ابو خليل هو خبير العسل، قول رايك. دير بالك من النحلة. السنة دي مميز جدا طبعا. مختلف السنة دي مميز صح؟ بس لسعة النحل شوية قوية وينفخ الوجه، بس فائدته سبحان الله، فائدة ممتازة، بس مشكلته شوية نفخة، بس مفيد جدا. لسعته أفضل من أكل العسل، فائدته أكثر من العسل كمان. ليه ما صورتناش احنا نتكلم ونحن معانا على طول؟ الله ديش فيها نحلة. محمود شوف رأيك، ايش كان رأيك؟ طعم رائع جدا 100%. مميز ايه والله. عشان نبشر الزبائن، انا اكلت اربع لساعات، اكلنا نص الجواز.